ترى في كم حاجة ممكن تسعدك في رمضان؟ تاكل حلويات، تشوف مسلسلات، خروجات وعزومات، بلاي ستيشن وماتشات. في الحقيقة رمضان في حاجات كتيرة قوي تفرح، بس عارف ايه ممكن يسعدك اكتر من كل الحاجات دي؟ انك انت شخصيا تسعد حد غيرك. كل رمضان بتفضل تفكر هتعمل ايه. اماكن كتير محتاجين تبرعات، جمعيات خيرية، واحيانا ما يبقاش معاك فلوس اصلا، وفي الاخر تقريبا ما بتعملش حاجة. ريتش اوت اكاديمي السنة دي هتساعدك عشان تسعد كل اللي حواليك. ما هي السعادة اشكالها كتيرة قوي، ومن اهمها انك تساعد حد يحقق حلمه بمستقبل افضل، وظيفة اكبر، وممكن سفر لبلاد كتير، كل ده بمساعدته انه يتعلم لغات بشكل احترافي جدا. طيب هتعمل كده ازاي؟ بمجرد ما توصل مقر الاكاديمي اسال عن فوانيس رمضان اللي فيها خصومات نقديه على جميع البرامج بتوصل لغايه 1350 جنيه، وخد اي عدد من الفوانيس واديها لكل حد نفسك تفرحه عشان يستفيد بخصم فوري بمجرد استخدامه للفانوس وقت الحجز. وما تنساش ان ممكن تحجز كذا مستوى وتستفيد بالخصم ده بعد رمضان. ما تترددش كتير وساعد في نشر السعاده.